مع طلوع صباح رابع يوم من الحدث التربوي امتحانات شهادة البكالوريا لعام 2024، المترشحون يتوافدون تباعاً من جميع الشعب للدخول في المنعرج الأخير. اليوم معنا تاريخ وجغرافيا شعبة رياضيات، إن شاء الله نخدمه. من فرط في حتى مادة، بس أي مادة تقدر تطلع لك المعدل تقدر تعاونك في المعدل العام. راح نجوزو تاريخ وجغرافيا دوكا، إن شاء الله نخدمه يا ربي. علم تجريبية، إن شاء الله نجيبه من إحنا نخدمه. ثلاث ساعات تمر، وقبل انتهاء الوقت الرسمي للامتحان المترشحون يغادرون القاعات وعلامات السعادية بادية على وجوههم. شعبة أدب وفلسفة، موضوع كان في متناول الجامع، اللي قرأ يدي واللي ما قراش ما يديش. جوزنا اليوم استوارجي والحمد لله كان فري سهل، بالك حنا السجي سهل كاع. تسير واقتصاد جيستيون. اليوم درنا تاريخ وجغرافيا، كان في المتناول، طاحوا الأزمات، جغرافيا طاح الاقتصاد تاع الجزائر تاني كان مليح. شعبة علوم تجريبية كان السجي اليوم الحمد لله، وين تقدري تخدمي فيه ما تكونيش حافظة مليح مليح. أنا شعبة سير واقتصاد، دير في راسكم باللي كما يقولوا البارح كانت ليلة الرعد، نسموها احنا ليلة الرعد. الحمد لله اليوم يوم السعادة، خدمنا الحمد لله، خدمنا في تاريخ وجغرافيا. تلاميذي هنا في الشراقة اللي راهي فرحة كبيرة تسودهم، جاوبوا وإجاباتهم صحيحة وراح بإذن الله راح تكون علامة تاريخية. شعبة أدب وفلسفة رانا فرحانين بهم، على جال العام اللي فات كان عندهم إخفاق كبير، كانت نسبة ضعيفة. هذا العام نقول لهم سجلوا بزاف أهداف في عدة مواد، منها اليوم مادة التاريخ والجغرافيا. إن شاء الله هذه النتائج تكلل بالنجاح، إن شاء الله الأفراح تكون في شهر جويلية. الأغلبية ودعت مركز الامتحان، والقلة القليلة على موعد مع امتحان اللغة الأمازيغية. لدينا 10 مترشحين معنيين باللغة الأمازيغية سيجتازوها بإذن الله على بعد نصف ساعة من الآن. نعم، بطبيعة الحال بما أنه عدد التلاميذ هو قليل، يعني 10 فقط، سيجتازون بإذن الله في قاعة واحدة فقط. اختار السلمذي محمل اغتيزي قميلغ مشطوح حملغ السلمذ ثم زيغتو ثلاثة يمات نيالة زيري تؤكن توالي غنكي الساعة غيما المقرد ذك زير ثلاثة ما زيغتو ثلاثة سهلا مرة كسسوا من ناحية ثغورينس نغ ثيرينس. في رابع يوم من امتحانات البكالوريا أسدل الستار عن بكالوريا الأدبيين، بينما باقي الشعب ما يزال أمامها يوم آخر قد يكون فرصة لهم قصد تحصيل معدل جيد.